عيد الفطر هذه المرة جاء مجدداً لأجواء خليج 25 في البصرة بعد توافد عدد كبير من السياح عليها في أيام العيد. وجودنا هني بالخليج 25 كان شيء جديد، لأن كانت في فترة فراغ كبير بين أهل الخليج وأهل البصرة. من صار 25 نقول لم الشمل. اليوم العيد هذا طبعاً بعد مسارة الفيزا هم في ناس يت وتحب تعيد هني في البصرة وتبي تشوف أجواء العيد في البصرة. أي والله الأجواء هني حلوة واللمة حلوة، الكل هنا تجتمع وشوارع ما شاء الله والبنية التحتية الحمد لله والشكر، شفنا أشياء جميلة في هذا المكان والناس الطيبة والترحيب والحمد لله. الوجهات السياحية لا سيما كورنيش شط العرب وكذلك الأسواق والمتنزهات شهدت حضورا خليجيا لافتا، خطوة أعدها بصريون تمتينا للعلاقات وتنشيطا للاقتصاد. العلاقة ويا أهل الخليج علاقة قديمة، ويعني أهل الخليج أهلنا وإن شاء الله ماكو فرق بيننا، إحنا نفس الطريق. وبالنسبة للبصرة، البصرة يعني هي مقر الجميع. وعاد الخليجيون مرة أخرى يترددون على البصرة للتنزه والتسوق كما كان الحال قبل ثمانينيات القرن الماضي، فيما يأتي الكويتيون في قائمة الخليجيين الأكثر زيارة للبصرة. انكسر هذا الحاجز وكل شيء طيب، هذا فشي حلو، يعني رجعت الألفة المحبة بيننا وبينهم، يعني انطفرد إعلام للبصرة، الناس هيل معالمها قديما، هم أهل الكويت وكذا متعلمين يأخذون خضروات وفواكه منين؟ من البصرة، وخاصة بالخصيب والفاء وهاي المناطق. وتعد الأجواء الأمنية المستقرة فرصة لتوافد المزيد من الخليجيين على البصرة بعد سنوات من القطيعة لأسباب سياسية وأمنية. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.